كيف كتشوفوها حنا قدام الشباك ديال البنك وكتشوفوا الصعوبات اللي كنلقى لا انا ولا الاشخاص في كرسي متحرك عادي او حتى قصر بالنسبه للقصر القامه؟ دائما احنا كنكونوا فرحانين ان المغرب الحمد لله راه ورش كبير ديال البناء وديال التغيير والتجديد، لا بالنسبه للشوارع ولا بالنسبه للادارات، ولكن المشكل ما كيرايوش الخصوصيه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه والمقاييس اللي يطلب المهندس او اللي كتطلب وزاره الاشغال العموميه على ان هاد الشبابيك تكون ولوجه بالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه. بالنسبه ملي كنبغيو مثلا نسحبوا واحد المبلغ من الشباك ديال البنك كيكون عالي علينا، الرؤيه كتكون منعدمه في الغالب، مما كيضطرك انك تستعين باحد المواطنين، وماشي دائما كتضمن ان هذا المواطن غادي يكون شريف وصاحب نيه حسنه ويقدم لك هذه المساعده، بالاضافه انك كتفقد الخصوصيه ديالك، يعني شحال عندك ديال الفلوس، شحال ما عندك، شحال غتسيري، شحال خصك، كتفقد هذه الخصوصيه. بالاضافه للصعوبات اللي ذكرنا ديال يعني لي تروطوار اللي ماشي اكسيسيبل، الادارات اللي ماشي اكسيسيبل، كاينه الاشكاليه ايضا ديال احتلال الملك العمومي. كيف شفتوا القهوه حتى هذاك الممر يعني على الاقل راعي وعلى واحد الممر خاص للاشخاص في وضعيه اعاقه وممر للراجلين، شفتي الصعوبه اللي كان نتعرضوا ليها مني تلقى واحد الممر مغلق وكتضطر انك تدوز وسط السيارات وسط الحافلات وسط الدراجات، كنعرضوا الانفس ديالنا للخطر، وهذا الشيء كله للاسف حتى بعض المواطنين ما كياخذوش بعين الاعتبار. كيف كتشوفوا دابا كنتواجدوا امام مقاطعه 46 بسيد البرنوصي. سبق للاسف انني قدمت 5 ديال المراسلات، وصراحه كنتقدم بالشكر الجزيل للسيد سعاده القيد السي العقري، لانني مجرد انه شاف الوضعيه ديالي انني كنتسناه هنايا على برا وكنلقى صعوبه في الولوج للمقاطعه باش نمارس حق من الحقوق ديالي، الا وامر العمال بتخصيص باب من الابواب الثلاث، لان هذه المقاطعه عندها 3 ديال الابواب للاشخاص في وضعيه اعاقه اللي غادي يستافدوا منهم الكبار في السن والحوامل الى اخره والاشخاص في وضعيه اعاقه. من بنود الاتفاقيه الدوليه ديال حقوق الانسان هو الحق في العباده، وللاسف حنا ما تنقولوش ان ما عندكش حق في العباده، ولكن الحق في الولوج الى اماكن العباده. ها هو المسجد تقريبا جل المساجد اللي في المغرب على حسب المناطق اللي زرتها، ما غنقولش اي في هذه المنطقه، كلها تقريبا بدون ولوجيات، ما يمكنش لك تدخل لها، رغم انني للاسف كانت عندنا انشطه ثقافيه وانشطه فنيه في بعض الكنائس وكان الولوج سهل، لكن المسجد ما كانك انت ما عندكش الحق في العباده. في الأخير حابة نقدم لكم نفسي، معكم سميرة بختي رئيسة النادي الرياضي الودادي المغربي للأشخاص المعاقين وكاتبة عامة ديال المنتدى الوطني للأعمال الاجتماعية وإدماج المعاقين وعضو مجموعة كل نساء كل حقوق، لسنوجه لهم من هذا المنبر الإعلامي تحية كبيرة لهم. واليوم بالمناسبة النادي ديالنا تيلعب البطولة الوطنية في التنس، كنطلب لهم الحظ الوفير جدا. أنا مواطنة عادية اللي كيكلمني دابا واللي كيخليني أنني نشارك في مثل هذه البرامج هو الحب ديالي للوطن.